النهارده هنتكلم في موضوع منتشر جدا، وهو تفتيش الراجل في موبايل مراته وتفتيش الست في موبايل جوزها. يا ترى الموضوع ده صح ولا غلط؟ ويا ترى حلال ولا حرام؟ تعالوا نشوف الناس رايها ايه في الشارع. يلا بينا. النهارده بنتكلم عن تفتيش الراجل في موبايل مراته وتفتيش الست في موبايل جوزها. لا انا مش مع الموضوع ده. لا بيحصل معاك؟ كان في الاول ممكن، لكن دلوقتي لا. اسبابه ايه؟ ليه الست بتعمل كده؟ اللي تسكى بتدور على مشاكل. طب ليه الراجل بيعمل كده؟ برضه بيبقى عشان بيبقى احنا بطبعنا مجتمع شرقي، فبيبقى عايزين نطمن اكتر، ان بنسمع حاجات وبنشوف حاجات، فبنبقى عايزين نطمن بس. لكن مع الوقت بيبقى الموضوع تمام، ما فيهوش مشكله. كتير من الخلافات الزوجيه دلوقتي لما تقعد في وسط مشكله وتسمع الست تقول لك ده انا شفت على الموبايل بتاعه. ما هي دي كارثه. هي مجرد الست ما هتفتح الموبايل لازم هتلاقي حاجه. فاحنا برضه بنبقى يعني احنا لازم يبقى في ثقه. هو لازم يبقى في ثقه. بيقول لك الثقه هي العمود الاساسي في اي بيت. طبعا. عايز تبني بيت لازم يكون العمود الاساسي بتاعه الثقه. اكيد. النهارده بنتكلم على تفتيش الست في موبايل جوزها وتفتيش الراجل في موبايل مراته. بتعملي كده؟ انا عملتها مره بصراحه. وبعدين حصلت مشكله؟ لا خالص. من وراه؟ من وراه. ما هو يعرف دلوقتي. مش مشكله، ما انا قلت له. طب ده صح ولا غلط؟ بصراحه هو غلط، بس هي كانت في مشكله بينه وبينه، وكنت عايزه اعرف اللي اتقال يعني وكده، فاتصدمت بصراحه بالكلام اللي اتقال وزعلت. هو دار الافتاء طلع بيان علشان خاطر نفس المشكله كده، ان اوقات لما بنفتش في الموبايل بنشوف حاجات المفروض ما نشوفهاش. تمام. واعتبروا ان ده تجسس. أيوه. وبيخلق مشاكل كتير. ما انا بقول لحضرتك ان انا اصلا عملتها مره، وكانت اول مره واخر مره ومش هتتكرر تاني. حرمت يعني؟ حرمت. النهارده بنتكلم عن تفتيش الراجل في موبايل مراته وتفتيش الست في موبايل جوزها. وطبعا ما ينفعش، هي دي خيانه او قله ثقه، ما ينفعش طبعا. ما هي في مبرر تجسس. الله. دار الافتاء في الايام الاخيره اصدر بيان ان تفتيش الراجل في موبايل مراته والعكس ده يعتبر تجسس، واستندوا على الايه اللي بتقول ولا تجسسوا. ما ينفعش طبعا، هي ليها خصوصيتها، من حق اطلع على حاجات معينه برضاها هي. ما ينفعش ان انا اقول لها وريني افتش عليك، يبقى انا كده بخونها وما بديهاش الثقه، حتى لو هي كويسه هتنحرف. والفيديوهات المنتشره الفتره اللي فاتت ان ستات كتير بيعملوا كده، وبيوت كتير اتخربت بسبب الموضوع ده. عشان هم بعاد عن الدين. تكلم الست تقول لك يعني انا اعيش مغفله، انا حاسه ان هو بيعمل حاجه بيلعب بديله. لا طبعا ما ينفعش. لازم العشره تتبني على احترام متبادل، هو يديها الثقه الكامله، حتى لو هي لا قدر الله مش محترمه وانا اديها الثقه الكويسه هتبقى محترمه زي الفل. انما اقعد اقلب في تليفونها يبقى انا في دماغي حاجه ان هي مش كويسه. النهارده بنتكلم على تفتيش الراجل في موبايل مراته وتفتيش الست في موبايل جوزها. متجوز؟ ايوه طبعا. بيحصل معاك كده؟ بيحصل. بتتقلب؟ اكيد بتقلب. صح ولا غلط؟ ده صح، بس انا في حاجه، انا مراتي اجنبيه مش مصريه. ولكن حتى ولو انا متزوج مصريه هي ليها الحق تقلب في تليفوني وانا ليها الحق اقلب. يعني في الموضوع مش بس على المصريات او العرب، لا ده الاجانب كمان بيعملوا طبعا، ودي بزياده كمان. بص حضرتك، موضوع تقليب في التليفونات ده يعني هو ايه؟ هو محبه، تمام، وغير كده ان هي عاوزه تطمن عليا لو في حاجه، فاهمني؟ وانا نفس القصه. تلعب بديلك شكه؟ هو ما فيش حد ما بيلعبش بديله يعني. يعني هي شكه علشان كده بتدور عشان تطمن. هو حتى ولو مش شكه، هي بدل شايفه حضرتك شكلك حلو وكويس ومخلي بالك من نفسك، هي ممكن يعني احنا بني ادمين مش ملايكه، فممكن يجي على بالها مثلا حاجه، فايه المشكله؟ بدل انت صح واثق من نفسك عادي التليفون. بس بتضايق؟ اكيد انا بتضايق. لان ساعات بتطلب ان هي تشوف تليفوني في اوقات انا متعصب فيها او انا عندي مشاكل في شغلي او عندي حاجه، فتقول اكيد في حد. ايه ممكن بتعمل انت؟ ما اعتقدش ان انت بتعمل كده معاها. لا بتعمل. لا انا مش بعمل كده معاها لان انا واثق فيها، دي اول حاجه. تاني حاجه يعني اذا انا الباسورد بتاع تليفونها معايا، فاكيد يعني التليفون الكتاب مفتوح قدامي. بس الفكره بشكل عام صح ولا غلط؟ الفكرة بشكل عام مش كل الـ 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 الناس بتفكر بطريقة واحدة.